السلام عليكم مشاهدينا قناة وصفات حرشي. تنشكركم على الكومنتات الزوينين ديالكم، تفرحونا بزاف، تزيدوا تشجعونا. اللي ما جيتكم بواحد الحلوه بسيطه ديال اعياد ميلاد، غادي نصايبها بسيطه زوينه، تجي لذيذه بزاف. غنحتاج ليها 4 البيضات، 4 كاس ديال الزيت، كاس معمر ديال الحليب، كاس لارو، كاس عامر ديال السنيده، جوج كيسان ديال الدقيق. عندي هنايا معلقه كبيره ديال الكاكاو. غادي نضيف البيض، طبيعة الحال اللي من قبل غسله، ندير معاهم كاس ديال السنيدة، كاس بقياس تاع العنبة، ندير ساشيت الفاني، وغنقرب هذا الخليط حتى يولي لي كريمي، خليط كريمي. بعد ما طلعنا الجينوات على هذا الشكل، غادي دابا نضيف في الدقيق، من الاحسن تغربلو. غادي نضيف شويه بشويه حتى نحصل على الخليط اللي باغيه انا. نطلع من الفوق لتحت باش ما يهبطش لي داك البيض اللي طلعت. ونضيف الكاس الثاني وندير معاه الكاكاو. انا هنا عندي معلقه كبيره، اللي ما عندوش هذا الكاكاو يستعمل الساشي، يستعمل جوج ساشيات ديال الكاكاو. كما قلت لكم غنبداو نخلطو من الفوق لتحت باش ما يهبطش هذاك الخليط. بعد ما المهم الخليط نحصل عليه هذا الشكل، هذا تيكون الخليط واجد دابا.
انا عندي هاد الليمون ودرت ورق المطبخ ودهنته من الجناب، غنديرها دابا وندخلها للفران. تجي زوينة. دابا مشاهدينا غندخلها الفران ونحضر، ندوز نحضر معاكم لاكريم ونوريكم كيفاش الطريقه باش نحضرها وباش غادي نلزمها، وتابعوا معنا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. المهم انا نحضر معاكم لاكريم دابا، انا تنستعمل لاكريم هولا لا اللي تعجبني بزاف تجي زوينه. تما نطلعها دابا من جات الكريمه تولي على هذا الشكل، تولي على هذا الشكل. المهم هولالا اللي نستعمل انا درتها في المجمد عاد خدمت بها. دابا باش غادي نلزم الكريم ديالي، المهم دابا غادي نلزمها بالكراميل، درتها ديال الكراميل هي باش غادي نلزم انا هاد الكريم تجي زوينه وتجي مذاقها زوين بهائي. من فوق لتحت باش ما تهبطش هاد الكريم. هاد الشكل كنت على هاد الشكل هاد الكريم مع النكهة. المهم بعد ما نشوف الصفات ديال الكريم ديالنا غادي نديرها في المجمد حتى نخدم بها على نجبدها باش ما تهبطش ليا بالسخونيه. مشاهدينا بعد ما وجدت لنا الجينواز تشوفوا على هذا الشكل، هذا تجي زوينه. المهم ها الجينواز ديالنا على كيفاش جات، تجي زوينه تجي اسفنجيه. المهم انا هي قسمتها، قسمت الجينواز قسمتها غير على جوج. هنايا السيرو عندي درت فيه القهوه ونص كاس ديال السنيده، انا تعجبني الا ما بغاش يدير قهوه سريعه الدوام بلا ما يديرها، يدير غير السكر والماء. بعد ما سقيتها مزيان بغا نبدا ندير لاكريم. تنشدو شي سطاشيل بحال هاكا، واللي معندو سطاشيل يعدي غير بالمعلقة، حتى المعلقة مزيانة. ماشي بالضرورة أنا نكلفو على روسنا باش نديرو شي حاجة. صافي ندير بحال هكا الكريم، المهم تنضيف نفس النصف الاخر عفوا تنبدا نسقيه بحال العمليه درت في اللون. نسقيه بهذا الشكل. المهم انا ضفت لا كريم من الفوق ديال الحلوه،
حاولوا تقادوا للسطح ديالها. بعد ما ساليت الجينواز كامل درت لا كريم، غطيته كله بلا كريم، غندوزو للتزيين. التزيين عندي هنايا الشكلاط، درت له حمام مريم، وغادي نزيد عليه دانيت ديال الكراميل. تجي زوين، تجي حتى مذاقو زوين بزاف. مهم انا غندوز للتزواق وغنوريكم. بعد ما ضفت دانيت درتهم في هاد الكاسرون، زدت عليهم ربع كاس ديال الحليب باش يطلق ليا الخليط مزيان. مهم انا استعملتهم في هاد القرعه اللي غادي تساعدني باش نزوق مزيان. ممكن اللي ما عندوش بحال هادي استعمل غير معلقه. المهم تنديروا الزواق على هاد الشكل، الزواق اختياري يعني كما درتي له تيجي زوين. غندير من الفوق مهم. هذا هو الشكل النهائي ديال حلوه لاكريم. نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونتمنى تجربوها وتردوا عليا في الكومونتير كي جاتكم. مهم الزواق على حسب كل واحد وكيفاش يدير، زواق اختياري. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، تجي على هذا الشكل، تجي زوينه، حتى المذاق ديالها تيجي بنين وزوين ورائع. نتمنى تجربوها، وما تنسوش ابوني وزر الجرس وتقاسموا القناة مع الحبيب ديالكم.